أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. بخطى ثابتة يلج بيت الله بحي الإخوة عباس في قسنطينة، يهيئ نفسه للصلاة وهو الحافظ لستين حزبة، ملك الصوت الجوهري والجهوري كما يلقب من قبل المصلين، هو محمد عبد الفتاح بن زايد. معكم الأخ محمد عبد الفتاح بن زايد، من مواليد 1984، حامل لكتاب الله تعالى، وأنا حاليا طالب بالمعهد الوطني متخصص في تكوين إطارات الشؤون الدينية. بدايتي مع القرآن الكريم كانت من حوالي حين كان عمري حوالي 17 سنة أو 18 سنة، إذ كنت مع انشغالي يعني مع دراسة وكذا، كنت أحفظ يعني في الفترة الصيفية شهر جوان جويلية وأوت، وباقي السنة أراجع الشيء الذي حفظته في الصيف. بعد ذلك استغرق يعني حفظي يعني مدة طويلة، لأني يعني لم أكن أحفظ يعني طول السنة، كنت يعني أحفظ إلا في الصيف لأني كنت مشغول يعني مع دراستي. بعد ذلك والدي رحمه الله نصحني بأن أجعل حفظي بصفة دائمة، أي لا أتقيد يعني إلا بالصيف. فبعد ذلك يعني أخذت نصيحته وصرت أحفظ القرآن يعني بشكل دائم، والحمد لله وفقني الله تعالى لأن أتمه، والحمد لله. علاقتي بوالدي رحمه الله كانت علاقة وطيدة، ورحمه الله كان إماما وكان حافظا كذلك لكتاب الله. تأثر بصوت الشيخ سعد الغامدي والشيخ السديس يقرأ بأزيد من طريقة على غرار التحقيق، وكذلك بالتلاوة السريعة باحترافية عالية. حفظ كتاب الله لا شك أنه يعني نور، ويفتح الله تعالى به الفهم على الإنسان، ويجعل يعني ذهنه خفيف وذهنه يعني غير متشتت، ويجعله يعني مركز جيدا. القرآن كما قال الله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فالقرآن يجعل الإنسان يعني متفوقا في كل مجالاته، ولله الحمد. أنا يعني حينما كنت صغيرا كنت كل قارئ يعني يقرأ القرآن بطريقة جيدة أتأثر به، وكنت مولعا بتقليد القراء كالشيخ سديس والشريم وسعد الغامدي والعجمي وغيرهم. بالنسبة لطريقة قراءتي للقرآن الكريم، أنا يعني أحبذ يعني القراءة السريعة، ولكن يعني أحسن يعني قراءة بطيئة كما يطلقون عليه قول التحقيق. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بالطريقة السريعة قرأت مختلفة إن شاء الله. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكاري وما هم بسكاري ولكن عذاب الله شديد.
تلاوته العطرة وصوته الشجي مكنه من الصلاة بالناس في التراويح بسن مبكرة. نفس تاريخ ميلادي أتممت حفظ القرآن الكريم، كانت فرحة غامرة، سعدت بذلك كثيرا، وسعد بوالدي رحمه الله كثيرا، وكذلك أمي وإخوتي سعدنا بذلك كثيرا، ونتمنى أن يكون ذلك إن شاء الله حجة لنا يوم نلقى الله تعالى. حينما حفظت القرآن الكريم اقترح علي أبي والدي رحمه الله أن أصلي بالناس في مسجد الخلفاء الراشدين، فوافقت في البداية يعني ترددت، ولكني مع بعد ذلك وافقت وصرت أصلي بالناس في مسجد الخلفاء الراشدين. صليت بهم حوالي 6 سنين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. محمد عبد الفتاح بن زايد واحد من شباب الصخر العتيق الذي وهب عمره لحفظ كتاب الله والتدبر فيه، يعي حق الوعي بأن ملكة الصوت بإمكانها هداية تارك الصلاة، وقد تحرك قلبا لم يتحرك من قبل لأجل آخرتنا ودنيانا معنا.